تعمل وزارة التربية الوطنية والترقية المواطنة على توفير وتهيئة المناخ المدرسي الملائم وتحسين مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ، وهذا يتطلب توفير كتاب مدرسي لكل تلميذ، مما يستدعى المركز الوطني لإعداد المناهج القيام بتصميم وإعداد كتب مدرسية تواكب البيئة المحلية. هذا وخلال حفل التسليم للكتب والوسائل التعليمية، فقد جرى حفل خطابي استهل بكلمة ممثلة اليونيسيف والتي شكرت الحضور، مذكرة إلى أن هذه الخطوة تعد مرحلة متقدمة في إعداد وتحسين البيئة المدرسية، وأن هذه الكتب ستكون سندا وعونا للوزارة لأجل رفع مستوى التحصيل لدى التلاميذ في البلاد. ثم خاطب الحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مبينا رضاه التام في استلام هذه الكتب والوسائل التعليمية لأجل التحسين النوعي لمستوى التعليم في البلاد. وقبل البدء في الإجراءات المتعلقة بهذا الحدث الهام والذي سيسجل في تاريخ وزارة التربية الوطنية، أن نعرب عن مدى امتناني بتشريفكم لنا من خلال تلبيتكم ومشاركتكم هذا الحفل. فباسم حكومة تشاد أهيئ هذه اللفتة البارعة وأتقدم بالشكر والامتنان لشركائنا، وأخص بالشكر الشراكة العالمية للتربية ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف، الذين لم يألوا جهدا في تقديم الدعم المتنوع لوزارة التربية الوطنية. وبقي أن نشير إلى أن الكتب المدرسية التي تحصل عليها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة قرابة 3.5 مليون نسخة للفصول الدراسية ابتداء من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.